يا استاذ من فضلك ممكن لحظه؟ انا ايوه اموري. ايه ده، انا بشبع عليكي واحنا ما تقابلناش قبل كده. ما انا بقعد جوه كتير. هنا اهو. ايوه تقعدي هنا. ايوه ده انا مش فاكر خالص، ازاي كده وشك مش ملحوظ ابدا او الذاكره جايز عندي. مهم اموري، انا بقى المغفله اللي منصوب عليا من عمده كلب صاحبك ده اللي جانبك رايح تأملك بفلوسها. طب انتي مغفله، انا مالي؟ معاك حق. ممكن موبايل صاحبك عماد؟ ايوه. انت عايزه موبايل مدحت محمود؟ ايوه. ما اقدرش، ده الراجل جايب رقم جديد. يعني هو هيتوسخ لما تديهولي؟ يتوسخ؟ يعني مش مساله يتوسخ. في ايه يا حبيبي؟ ما تبص قدامك. الله، ايه الجنان ده؟ هي هبت معاك ولا ايه؟ ايه الناس الغريبه دي؟ بصي بس اختصارا، انا بصراحه مش هقدر اديلك رقم عماد، انما ممكن اسال. ما هو طبعا مش هيرضى. الله، طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ ارجوكي انا مش فاضي، ما تعصبينيش. متاسفه يا فندم. استغفر الله العظيم، انا مستغفر الله العظيم. طيب اوكي عندي حل تاني. هاتي انت موبايلك وانا هقول له، وان وافق، وده مش اكيد يعني، مش امل تتعلقي بيه وكده، ساعتها هبقى اتصل بقى بيكي وكده وابقى اديهولك. بس اتصل بيكي امتى؟ بس انا مش عارف، انا مش فاضي خالص. لو على ايه التكاليف دي وحركت تعب نفسك وتمسك الموبايل وبتاع، اديني رقمك وانا بقى اكلمك. اوكي تمام. يا نهار اسود يا جيجي، طب كنت اقفلي بدل الدقايق اللي عماله تتحسب عليا دي. هاتي سجلهولك، هاتي، عشان انا ما بقولش موبايل لاي حد. جايز تكوني ما بتعرفيش تستخدمي برضه الموبايل، يبقى كده ايه. اوكي اتفضلي. انت اسمك ايه يا شاطر؟ فريده. اوكي هستنى بقى تكلميني. يا ايه قلت اسمك ايه؟ تفيدة؟ استمع ايه؟ فريدة. ماشي فريدة. اوكي سجلي اسمي عندك بقى عشان ما اتصل بيك. حسن HASSAN. عارفاها؟ يلا سلام. ابو علي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه جاي ولا ماشي؟ وانت ايه؟ انا جاي. انا ماشي سلام. طب انت استنى، انت ايه يا ابني ما بقتش تخرج معانا ليه؟ وانت عم بتخرجوا في اماكن كلها دوشه ورقص وانت عارف انا ما بحبش بقى الدوشه والحاجات دي. طب ما انت كنت بتحبها، ولا انت مش بصاحب؟ لا مصاحب. طب خلاص هات صاحبتك وتعالى. وانا برضو صاحبتي ما بتحبش الدوشه والرقص وال... معلش. يا بختك يا اخي، تصدق نفسي صاحب واحده كده اريح. ماشي سلام كده، خد بالك من نفسك. سلام. كيلومتر في الساعة. ألو. أيوة أنا فريدة. فريدة مين؟ فريدة ده تليفونك؟ لا. طب إيه مش هشوفك ولا إيه؟